العصر دحيل والهلال كم؟ 5-0 الشوط الاول. لا كثير قويه كثير كثير طبعا. الهدف الرابع كان دقيقه 27 كثير. دعونا نمر سريعا على اهداف ما يحدث في دوري ابطال اسيا، حيث يبدو الهلال مرة أخرى وهو حامل لقب في دوري أبطال آسيا في طريق سهل ممهد للوصول مرة أخرى إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعد أن سجل 5 أهداف فقط في الشوط الأول في مباراته أمام دحيل القطري، بعد أن سجل إيغالو هدفين، ماريجا هدفين، ثم سالم الدوسري الهدف الخامس، وهو على الورق بالأسماء وأيضا بالتاريخ وبالألقاب هو أقوى فريق آسيوي كابتن محمد، وعاد قبل أيام من المركز الثاني على مستوى كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد. هو متمرس محمد، الهلال فرقة كبيرة يعني حتى الحارس يصنع أهداف في الهلال، وتاريخ وإرث. أنت دحيل أول مرة يوصل سيمي فاينل، ده متمرس بس مش عذر، دحيل عنده الكثير النتيجة. من النجوم بس النتيجة مش في أول 20 دقيقة ولا نص ساعة 5-0، لا كتير. ممكن الحظوظ تروح للهلال بحكم التاريخ، بحكم الإمكانيات، بحكم الخبرة، بحكم الممارسة، ده الطبيعي. إنما مش النتيجة دي، مش 5، مش 5. داخل الهلال في آسيا والأهلي في أفريقيا ومدريد في أوروبا، صح كده؟ الفرق التي لديها سمات الإمكانيات الموجودة والألقاب التي تتوالى في كل فالهلال أكيد تاريخه حافل وزاهر بالألقاب. في بعض الأحيان أنه تواجه فريق وتكون جاهز مع جميع المستويات ويفوز عليك وحقق نتائج. انت رفضت عرض الهلال صح؟ لا لا يمكن لم تكن، مش يمكن، رفضت ولا ما رفضت؟ رفضت لما نروح مشيت وكان في عرض لكن انا ما ندمان 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 شويه صح؟ لا لا. كان يأثر على حسابك البنكي كثير هذاك العرض ولا شاء لاعب الهلال. كم كان العرض؟ كم كان؟ لا في الوقت هذا يدوني 800,000 دولار في السنه. عقد كم سنه؟ 3 سنوات. ما شاء الله رفضت. ورفضت ما رحتش من 2400 دولار. ما سافرتش معنا، ما سافرتش. يا انك كنت غني كثير ومش محتاج فلوس، لا 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 لا، او الركبه كانت رايحه فيها. رفضت فقط، ما فيش نصيب يعني. هنا اللحظات الاخيره للشوط الاول بعد ان تمت اضافه 7 دقائق للشوط الاول من هذه المباراه، تلعب المباراه الان في دقيقتها 48، مع التذكير بأن الهلال السعودي يتفوق ب5 أهداف على دحيل القطري في الشوط الأول من هذه المباراة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، مع التذكير بأن الفائز في هذه المباراة سيلاقي أوراوا الياباني. وهنا هدف سادس تم إلغاؤه بداعي التسلل أيضا لمصلحة فريق نادي الهلال السعودي الذي يسيطر على كل شيء في هذه المباراة. أما تغطيتنا فمستمرة لأهم الأحداث الكروية على المستوى الأوروبي، مع التذكير بأنه بعد قليل ستلعب مباراة مهمة على مستوى كرة القدم الألمانية تجمع بين فريقي بايرن ميونخ وأونيون برلين على مستوى الدوري الألماني، مع التذكير بأن بايرن في مرتبة الثانية وأونيون برلين في مرتبة الثالثة برصيد ذاته من النقاط.